بالنسبة للبطولة التانية اللي فيها النادي الأهلي ومواجهة الترجي التونسي، كلنا شفنا لقاء الذهاب اللي انتهى بالتعادل السلبي في رادس في تونس. اللقاء ده على فكرة يا جماعة ما كانش سهل. فرقة الترجي عندها مدرب ذكي جدا، مدرب إمكانياته كبيرة، مدرب بيقدر يوظف اللعيبة اللي عنده. لو هنقارن على المستوى الفردي، لا الأهلي فارق بشكل كبير جدا عن الترجي كلعيبه في ارض الملعب، ولكن كوردوزو مدرب الترجي بيقدر يطلع من اللعيبه افضل ما عندهم. ولكن على الجانب الاخر كولر هو الاخر خد برضه من اللقاء اللي هو عاوزه، لعب اللقاء في تونس في اجواء جماهيريه كبيره، كان عنده اصابه في اول الماتش لعلي معلول اكيد اثرت على فريق النادي الاهلي، ولكن يقدر النادي الاهلي في لقاء العوده انه يحقق البطوله. دايما الاهلي عنده شخصيه البطل، اي وقت تلاقي النادي الاهلي عنده القدره انه يرجع للقاء. يعني شفنا في اللقاء اللي كان في رادس الترجي بدا اللقاء بيسيطر، بيلعب على يعني على ارضه وسط جمهوره، ولكن في الشوط الثاني الاهلي بخبرات لعبته قادر يعني بسهوله جدا انه يعود في اجواء اللقاء. قوه الاهلي في خبراته وفي يعني في لعبته واسم النادي الاهلي الكبير، وكمان هتكون قوته في اللقاء القادم بالحضور الجماهيري الكبير اللي ان شاء الله اللي هيكون في استاد القاهرة، عشان الفرقة المصرية الاتنين بقى يسيطروا على البطولات القارية سواء الكونفدرالية او دوري الابطال، ونشوف الاهلي والزمالك ان شاء الله في لقاء السوبر الافريقي. خلينا بقى كده نبدأ